صباح الخير. عطلة عيد العمال أمس لم تسري على الدولة التي تعطل البلاد ساعة تشاء وتعطل النصاب متى لاح الخطر وتذهب إلى الفراغ سيرا بلا إقدام على تسوية رئاسية تسبق 25 من أيار. في عيد العمال كل تحية للكادحين وكل عزاء للمانحين دولتهم وقرارهم والسيادة إلى الخارج. فأربعاء ساحة النجم لا تشفي، بحيث نشحذ يوما كسلفة خزينة سياسية من دول ما زالت مقررة بمصائرنا. وعلى هذه الحال فأن أربعاء السابع من أيار غير فعال، ويليه نظيره أربعاء الرابع عشر من الشهر نفسه. وخاتمة الأحزان الأربعائية ستكون في 21 من أيار قبل أن يبدأ التفاوض في مرحلة الفراغ، مرحلة سوف يتم فيها إقناع ميشيل عون بالمرشح البديل بعد أن يكون سمير جعجع بدوره قد استوى من الترشيح وأدرك المسافة بين معراب وبعبدة، لكنه يكون قد استنزف المدة وعطل واستهلك الشهرين بإصراره على الترشح، وهو سلوك يتحمل فريق الرابع عشر من أذار تبعاته لأنه قدم إلى الرئاسة شخصية سيستحيل التوافق على اسمها، ولم يلعب بأوراق المعتدلين من داخل هذا الفريق ويرشح أسماء كأمين الجميل وبطرس حرب أو روبير غانم. تعي قوى الرابع عشر من أذار أن مرشح التحدي لن يبلغ بنا إلا إلى الفراغ ومحكوم بالتوافق، ومن هنا لم ينخرط العماد ميشيل عون بهذا التحدي لأنه يدرك أيضا أن ترشيحه يستلزم المرور بقطار التفاوض على التسوية. وعلى هذه القاعدة تحدث النائب وليد جملاط الجديد قائلا: أنا أفضل ألا يكون هناك مرشح تحد من أي فريق، وأبدى أسفه لعدم إقدام البعض على الترشح بشكل علني، وأضاف: كل ينتظر في الكواليس وعبر سفارات والاتصالات ويريد أن يأتي متوجا، لكن وزير جملاط وائل أبو فعور هو واحد من الناشطين على خطوط الاتصالات واللقاءات في السعودية، وهو قال إن المملكة أبلغته موقفا إيجابيا في شأن التوافق اللبناني على مرشح الرئاسة. وفي جديد قضية الاعتداء على الحريات، ما أعلنه رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية فرانسوا رو أن مكتب الدفاع تقدم بطلب فتح تحقيق بعدما نشر موقع إلكتروني صحفي جورناليست فور ذا تروث صورا لشباب ادعى أنهم شهود، وانتشرت شائعات بسرعة تقول إن مكتب الدفاع وراء هذه التسريبات. وقال رو للمؤسسة اللبنانية للإرسال: إننا اليوم وسط عملية قضائية طويلة، لكنه لفت إلى أن المحاكم الدولية نظرت في ملفات مشابهة وانتهى عدد منها إلى التبرئة. ونحن نقول إن العملية طويلة نعم، ودفاعنا فيها لن يكون أمام المحكمة الدولية فحسب، بل أمام الرأي العام الذي سيكون حكمه هو المبرم. إذن مارتن يوسف المتحدث الرسمي باسم المحكمة يسرب معلومات عبر تويتر عن التحقيقات التي أجرتها المحكمة مع موظفيها حول تسريب المعلومات. مارتن يا مارتن، كنا نظن أن لا وجود للمخلوقات الفضائية، لكن بعد مراجعة تصريحاتك عبر موقع تويتر، وأنت للمناسبة تتحدث بشكل رسمي باسم وكالة ناسا، المحكمة الدولية، بدا لنا أن المخلوقات الفضائية موجودة حقا. فكيف يمكن تفسير تصريحك الآتي نصه حرفيا؟ حقق صديق المحكمة فيما إذا كان موظفون في المحكمة هم الذين كشفوا المعلومات التي سربت في شأن هويات الشهود السريين المزعومين، واستنتج صديق المحكمة أنه في حين يزعم أن تكون مثل هذه المعلومات قد سربت من داخل المحكمة، تستبعد الأدلة التي جمعت خلال التحقيقات احتمال أن يكون موظفون من داخل المحكمة قد كشفوا هذه المعلومات. يؤكد مارتن يوسف في تصريحه أن تسريب أسماء الشهود لم يحدث من داخل المحكمة. من سرب المعلومات إذن؟ كيف يمكن لمعلومات سرية موجودة بحوزة المحكمة الدولية أن تصل إلى أيدي إعلاميين من دون أن يكون هناك متورطون من داخل المحكمة في التسريب؟ كيف؟ لابد أنها المخلوقات الفضائية. حيرت قلبي معاك يا مارتن، إذ كيف تعيب على الإعلام نشر معلومات سرية وأنت عبر تويتر تنشر نتائج تحقيقات يفترض أنها سرية مع موظفي المحكمة حول تسريب المعلومات والأسماء، وتخبرنا قبل صدور حكم من المحكمة بأن موظفيها نالوا البراءة وأن التسريب تتحمل مسؤوليته وسائل الإعلام حصرا. هل تقرأ المحكمة ما تصرحه أنت باسمها وعلى حسابها على تويتر؟
هل يعلمون أنك تقول ما تقوله عبر تويتر؟ هل يمارسون رقابة عليك وأنت موظف لديهم كما يمارسون رقابة علينا؟ كيف يسمحون لك بالتسريب كما سمحوا لغيرك من قبل؟ أسئلة برسم المحكمة التي وظفتك والتي يجب أن تراجع جيدا المعايير التي اعتمدتها في التوظيف. ضمن متابعة سلسلة من التحقيقات عن تشريع الحشيشة، النائب وليد جنبلاط يتحدث للزميلة يمنى فواز مؤيدا الفكرة. إنه رجل المرحلة سياسيا وحتى اقتصاديا، وعند هذا الرجل لا استثناءات حتى عندما يكون الموضوع متعلقا بالممنوعات. وليد جنبلاط المعروف عنه بأنه زعيم شجاع وبيضة القبان في كل استحقاق لبناني، هل يكون كذلك في موضوع أكثر حساسية؟ دخنت الحشيشة شي يوم؟ لا، مش مدخن لا حشيشة ولا حتى سيجارة بحياتي. طيب اليوم مع تشريع الحشيشة الحشيشة والأفيون سواء، يعني سواء للاستعمالات الطبية أو للاستعمالات الاقتصادية أو للحشيشة للاستعمال الشخصي؟ مع تشريع الحشيشة للاستعمالات الطبية، وبنفس الوقت مع تشريع كمان لإنماء المنطقة التقليدية اللي كان ينزرع فيها حشيشة، منطقة البقاع الشمالي. وأنا ذاك على أيام الرئيس الحريري رفيع الحريري منعت الحكومة الحشيشة تحت شعار استبدالها بما يسمى الزراعات البديلة، وفشلنا بالزراعات البديلة، ما عملنا شيء. هذا شكل نزوح هائل من المواطنين من البقاع إلى اكتظاظ هائل ضواحي بيروت، لكن يعني فقدوا وسيلة عيش، فقدوا وسيلة اقتصادية للعيش. كان ممكن تشريعها وتنظيمها والاستفادة منها لأسباب طبية، كما في تركيا يستفاد من الأفيون لإنتاج المورفين. بماذا يتوجه للطبقة السياسية؟ بتصور ما في خوف من تشريعها، وإذا استطعنا تنظيمها لأسباب طبية. هلأ كمان أيضا يقال أنه يعني بما أنه بعض البلاد مثل هولندا وغير البلاد يعني ممكن شراء لأسباب شخصية، يعني تبين أنها لا تشكل خطر على الصحة يعني بالآخر، إلا إذا أصبح المرأة يدمن على الحشيشة، مدمن على الكحول إلى آخره، هذا موضوع آخر. هذا اليوم نائب وليد جنبلاط في إلنا أنا مع تشريع الحشيشة لأسباب طبية وشخصية. وأسباب طبية وشخصية إذا لم نصل إلى الإدمان، واقتصادية لأنه البقاع من أفقر المناطق، إلى جانب العكار بس هي منطقة تانية، لكن البقاع من أفقر المناطق في لبنان، وكان منتوج الحشيشة يعمل دورة اقتصادية. صحيح، وحتى مثلا الزراعات البديلة، يعني كان عم بيقلنا واحد من المزارعين الحشيشة أنه بس بيحتاج بألف أنبوس في طلع بعدين 10,000، يعني 15 مليون. تعرضوا عليهم زراعات بديلة، منها زراعة الزعفران، وزراعة الزعفران هذه من أعتقد من الزراعات الغنية، لكن بدها كثير خبرة، يعني هذه بزرعوها في إيران، وبدها يد عاملة متخصصة، يعني اخترعوا اختراعات غريبة عجيبة. لكن مع عودة الحشيشة نعم تشريعها في لبنان في البقاع الشمالي، خاصة في البقاع، دون أي استثناءات لا، بس طبعا يعني لكن ببلادنا يعني لابد من يعني من حد ضوابط تطبيق بعض القوانين، لكن ما في مشكلة. اليوم بعد ما يسمعوا السياسيين والمواطنين وكل اللي يمكن شرائح المجتمع اللبناني، حتعمل لهم مثل الصدمة؟ مش عم بعمل صدمة، يعني وكأنه يعني هلأ دخلنا إلى موضوع آخر. مثلا هناك إنتاج لما يسمى حبوب مخدرة وبتعطوا بالصحة، اسمها الكوبتاغون. أوكي طيب، إنتاج، وهذا إنتاج كيميائي. طيب أليس أفضل العودة إلى الحشيشة، منع الكوبتاغون مطلقا، الحشيشة الذي لا تؤثر على 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 الصحة حسب معلوماتي المتواضعة، بدل الدخول إلى مواد كيميائية مدمرة؟ قالها بكل وضوح وجرأة، فهل من يتبعه؟ ومن يجرؤ فلينضم. وعن الاستحقاق الرئاسي، قال جنبلاط إن الكل ينتظر في الكواليس وعبر السفارات أن يأتي متوجا. من الحشيشة على السياسية تفضلي. يعني
قالت فيما يتعلق برئاسة الجمهورية لا جعجع ولا عون ولا أهوجي حيشوفوا لا اسمحي لي عم بتفسري عم بتقولي لي كلام ما قلته لا اعترضت على جعجع ولا اعترضت على هون لكن طرحت لانه البلد ما بعيش الا على تسوي وفاق طرحت مرشح وفاقي تسوي اللي اسمه استاذ هاني حلو وما اعترضت على قائد الجيش لكن قائد الجيش بده تعديل دستور طيب بتصور إذا بدنا نعدل الدستور يعني وكأننا نقول الطبقة السياسية العامة المارونية إنه يعني ما في حدا يكون ممكن أن يكون صالح ليش بنعدل الدستور هلا ليش بنعدل الدستور في هاري حلو وفي غير هاري حلو لكن نحن مرشحنا هاري حلو أما هوديك يعني المرشح ميشيل عون مرشحش حلو بالأول مرشح الوحيد هو نعتذر عن هذا العطل التقني ونتابع النشرة. عمال في عيدهم يعملون ونضال درب لا يتركوه. تحقيق رونا حلبي. عندما كانت الحياة البشرية لا تعرف الدولة بوجهها الحديث ولا تعرف بسرعة حقوق الإنسان، قال أرسطو إن غاية العمل الحصول على الرفاهية. ها نحن في منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين وغاية العمل في لبنان ألا يموت العامل وأهله جوعاً وذلة. لأن العمل عبادة لا يتوقف بعض العمال عن عبادتهم حتى في يوم عيدهم، فلقمة العيش يومية وتأمينها تماماً كما النضال لتحسينها لا يحتمل ترف الاستراحة. قبل أن يعود إلى بسطته المتواضعة في البربير كان حسن على رأس تظاهرة الأول من أيار، لم يغب يوماً عن النضال لا في الشارع ولا خارجه. ما زالوا بيبقى في عنا لو بالمليون واحد إنسان مناضل، المظاهرات يومية تستمر، يومية معاناة الناس هذه بتعتبر مظاهرات، ولا ممكن منمل من أجل الطبقة العاملة ومن أجل العمال والفلاحين والثوريين المثقفين والناس الطيبين، في ناس كثير طيبين بعد على الأرض. وإلى جانب من يختار مكرهاً العمل في عيد العمال هناك من يجبر على ذلك، مشكلة يثيرها رضا بعد مشاركته هو الآخر بالتظاهرة العمالية. هناك مؤسسات بعيد مثل عيد مقدس عنا هو عيد العمال طبعاً بشغلوا العمال، والعمال أصبح نتيجة عدم وجود حماية أو بديل للعمل بمكان آخر عم بيقترب تلاقيه بينزل بيشتغل. كيف فرقت الحركة النقابية والعمالية بين البارح واليوم؟ إيه طبعاً لأنه تجرثمت وتشققت واستغلت الحركات النقابية، استغلت من الناس أصحاب المصالح الشخصية من قادة الاتحاد العمالي. نحن المناضلين، نحن أولاد الطبقة العاملة وليس من نركن على أصحاب الكراسي. لا، هناك كمان من خطف الاتحاد العمالي اللي هو الركن الأساسي بالبلد مسيس هذا الاتحاد العمالي، لا يمت إلى العمال بصلة، غير معني بمعاناتهم، لم نبيع ولا منشر. لهالأسباب هذه نحن طلعنا من بعد 43 48 سنة 35 طلعنا نواطير بنايات وطلعنا نحفر ونشتغل هذاك لأنه ما نبعنا نحن ولا انشرينا، وكلها وهلي قاعدين على الغرس كلهم طلعوا على كتافنا. معقولة نهار نبطل نشوفك بتظاهرات الأول من أيار؟ ما بعتقد. لا، الإنسان اللي بيؤمن بالإنسانية بالعداله بالحريه لا يمكن انه لا ما يشارك فيه، لا مستحيل، ما بتركبش يعني. لا، بدنا نضلنا متحملين المسؤوليه ليحملونا، بس الامانه انتم بدكم تستلموها. يدرك الرجلان ان درب النضال طويل طويل، لكنه درب لن تتعب منه اقدامهما فيما يناديان لرص الصفوف نصره للعمال والفلاحين. رونا حلبي، قناة الجديد. العالم يحتفل بعيد العمال والساحة الحمراء تستعيد مشاهد فقدتها منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، ومواجهة في ساحة تقسيم في اسطنبول.
إنه محيط ساحة تقسيم في إسطنبول يوم عيد العمال. المواجهات هذه وقعت بعدما حاول الآلاف من معارضي رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الوصول إلى ميدان تقسيم. الاحتجاجات هذه دفعت بالسلطات إلى توقيف حركة النقل العام في المدينة بشكل جزئي، ونشرت الآلاف من قوات مكافحة الشغب، ومنعت الوصول إلى ساحة تقسيم نقطة التجمع التقليدية للنقابات العمالية، والتي كانت مركزا لاحتجاجات مناهضة للحكومة استمرت أسابيع عدة الصيف الماضي. وقال مكتب حاكم اسطنبول إن لديه معلومات مسبقة بأن منظمات إرهابية غير شرعية وتوابعها ستلجأ للعنف لتأجيج الاضطرابات، إلا أن التحذيرات هذه المترافقة مع إجراءات أمنية لم تثني ألاف الأشخاص عن محاولة تنظيم مسيرات مستخدمين أسلوب الكار والفار مع الشرطة في شوارع جانبية. وفي الساحة الحمراء في موسكو خرج مئات الآلاف لأول مرة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 91، ورأى البعض أن الأحداث الأخيرة في شبه جزيرة القرم أعاد الروح الوطنية في البلاد وزاد دعم موقف الرئيس فلاديمير بوتين. وقد ظهر ذلك من خلال تلويح المتظاهرين بالأعلام الروسية والبالونات واللافتات التي تؤيد بوتين، وقدر عدد الأشخاص الذين خرجوا في مسيرات في أرجاء روسيا بهذه المناسبة بنحو 2 مليون شخص بحسب ما ذكره قادة النقابات العمالية. وعلى خلاف زعماء الكرملين السابقين خلال العهد السوفيتي، لم يقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التجمع بنفسه، لكنه اتبع تقليدا سوفيتيا آخر عندما قلد 5 عمال ميداليات بطل العمل في مراسم جرت بالكرملين، وهي الجائزة التي تعود للعهد السوفيتي وأحياها بوتين في العام الماضي. إن بلادنا العظيمة شيدتها الأيادي الذهبية لشعبنا ومواهبه وطاقاته، هذا هو تاريخنا المشترك وفخرنا المشترك. أما في أوكرانيا التي تتخبط بأزماتها، فعيد العمال فيها ظهر بأبعاده السياسية وليس المطلبية في ظل الانقسام في البلاد. فقد نظم الحزب الاجتماعي الأوكراني تظاهرة في العاصمة كييف وسط إجراءات أمنية مشددة تحسبا لأي إشكالات قد تقع، لا سيما أن المناطق الشرقية في البلاد شهدت تظاهرات دعا إليها الحزب الشيوعي دعما للسلطات الروسية. وفي كمبوديا دعت النقابات إلى التظاهر دعما للعمال في قطاع النسيج الذين ينفذون أضرابا في منطقتين اقتصاديتين قرب الحدود مع فيتنام. وغالبية العمال في هذا القطاع الذي يعد حيويا للاقتصاد الكمبودي ويوظف حوالي 650 ألف شخص يكسبون أقل من $100 شهريا. كما كانت تظاهرات في كل من اندونيسيا وماليزيا وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار ولا سيما أسعار المساكن إلى زيادة التفاوت الاجتماعي. والآن عودة إلى ما قاله النائب وليد جنبلاط عن الاستحقاق الرئاسي لزميلة يمنى فواز. من الحشيش السياسي تفضلي. يعني فيما يتعلق برئاسة الجمهورية لا جعجعة ولا عون ولا أهوجي حيشوفوا. لا هون اسمحي لي، قال عم بتفسري عم بتقولي لي كلام ما قلته. لا اعترضت على جعجع ولا اعترضت على هون، لكن طرحت، لانه البلد ما بعيش الا على تسوي وفاق، طرحت مرشح وفاقي تسوي اللي اسمه استاذ هوني حلو، وما اعترضت على قائد الجيش، لكن قائد الجيش بده تعديل دستور. طيب بتصور إذا بدنا نعدل الدستور، يعني وكأننا نقول الطبقة السياسية العامة المارونية أنه يعني ما في حدا يكون ممكن أن يكون صالح، ليش بنعدل الدستور هلأ؟ ليش بنعدل الدستور؟ في هاري حلو وفي غير هاري حلو، لكن نحن مرشحنا هاري حلو. أما هوديك يعني المرشح ميشيل عون ما رشحش حلو بالأول، المرشح الوحيد هو سمير جعجع. فضل نتيجة الخبرة السابقة بهالبلد أن لا نقوم بتحدي فريق مرشح يكون يتحدى فريق على الآخر، هيك القصة. مين بتعتقد أكثر حظا اليوم في البلد؟ ما المشكلة ما حدا ترشح، يعني كمان هو يعني المشكلة إنه ما حدا ترشح، كله ينتظر في الكواليس وعبر يمكن السفارات وعبر الاتصالات أن يأتي متوجا، يعني ليش يتفضل ويترشحوا ويتقدموا من المجلس النيابي بشكل علني، ليش لكن هذه عادي مع الأسف، عادي لبنانية قديمة.
واليوم بس سميت هذا الحرة اعتبر انك عم تتعدى على منصب مسيحي. هذا بلد مختلط، الا اذا بدنا مختلط ولابد من التشاور، الا اذا بدنا نطبق ما كاد ان ينجح والحمد لله اجهد ما يسمى القانون الارثوذكسي، عندها كل واحد بيسمي حاله، بيسمي من طائفته. ما هذا منصب مهم ليس فقط للمسيحيين، لكل اللبنانيين، لكل اللبنانيين، هو رئيس لكل اللبنانيين. هالمنطق غلط، مش عم تتعدى على صلاحيات المسيحيين، لكن هذا هو لبناني، اختار رئيسي كلبناني مش كمسيحي. لكن برجع بكون النظريه والانطلاقه المبدئيه كما انطلقت مع الرئيس تمام اسلام، عندما سمينا الرئيس تمام اسلام مرشح لرئاسة الوزارة كان في نوع من التمني، ووافق مع تمام بيك أن تكون حكومة، هو سماها حكومة مصلحة وطنية، أنا سميتها حكومة شراكة وطنية، ونجحنا بعد 11 شهر. لذلك نفس الشيء اليوم برئيس الجمهورية. بدنا هالقد وقت كمان برئيس الجمهورية؟ لا بتصور، لا ما بيجوز أن ننتظر، لكن أنا بحكي على المبدأ. باعتقادك حيكون عندنا رئيس جمهورية بعد أسبوع، بعد أسبوعين؟ ما فيني جواب، ما عندي جواب، بس عم بحكي عم بعطي الخطوط العريضة، ويعني أفضل مرشح تسوي وفاقي يجمع اللبنانيين في المسيرة طويلة، في مسيرة طويلة بعد إنمائية اقتصادية تحديات كبيرة. أهلا بكم من جديد. تظاهرة للحزب الشيوعي في عيد العمال، وقدام المستأجرين يجددون مناشدتهم رئيس الجمهورية عدم التصديق على قانون الإيجارات، وأخبار إضافية في بانوراما محلية للزميلة عن زلزلي. كعادته كل عام نظم الحزب الشيوعي اللبناني تظاهرة لمناسبة عيد العمال. التظاهرة انطلقت من البربير إلى السرايا الحكومية، ورفعت فيها شعارات تطالب بحقوق العمال في عيدهم، وحيا خطباؤها جهد هيئة العمال التنسيقية ونشاطها. وفي كلمته خاطب الأمين العام للحزب الطبقة السياسية ورئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن من دون أن يسميه. فمطالبة هيئة التنسيق الرقابية هي حق طبيعي لكل اللبنانيين، ليس للموظفين والمعلمين فقط، بل أيضا للعمال. وهنا نقول لذاك الذي تبجح بالأمس وادعى أنه سيف ولا هيئة التنسيق، أنك بالأحسن الأحوال سيف صدي، اذهب وطالب بحق الطبقة اللبنانية، الطبقة العاملة اللبنانية بزيادة 22%. وللمناسبة أقام الاتحاد العمالي حفل استقبال وتقبل التهاني، وكانت كلمة لرئيسه غسان غصن طلب فيها بالعدالة الاجتماعية. بالكاد يمر يوم تنعم فيه منطقة البقاع الشمالي بالهدوء، فالمنطقة اعتادت انهمار الصواريخ التي تستهدف الأمنين في قراهم وبلداتهم، ومصدرها إما الحدود السورية أو جرود السلسلة الشرقية في عرسال. وأخيرا تعرضت اللبوي والعين والنبي عثمان والهرمل للقصف بالصواريخ، مصدرها بحسب شهود العيان جرود عرسال البقاعية. نحن عم يتحدون العراسلي، نحن فينا نروح عرسال وفينا نقطع لون الطريق وفينا نعمل كل شيء، عنا أحزاب بتاكل راس الحي، بقى فكوا تعالهن عنا أحلى ما نقوم ليهون. في يوم الطالب لمصلحة الطلاب في حزب القوات، اتهم رئيس الحزب سمير جعجع الفريق السياسي الآخر بتعطيل جلسات مجلس النواب لانتخاب الرئيس، مؤكدا أنه لن يقبل بعد اليوم ببقاء الدولة صورية ومصادرة. عم بيعطلوا تما يكون الرئيس صنع في لبنان، لأنه ما بيطلع مثل ما بدهن إياه، وعم بيعطلوا تيرجعوا ياخدونا على الدوحة أو على باريس أو شي عاصمة تانية من عواصم العالم. خلال ورشة عمل حول الدبلوماسية الاغترابية، حذر وزير الخارجية جبران باسيل من محاولة توطين 400 فلسطيني ومليون ونصف سوري. ونحن اليوم نشهد محاولة توطين 400,000 لاجئ فلسطيني، ومحاولة تثبيت 1.5 مليون نازح سوري، بعد أن تم تجنيس ما يزيد عن 250,000 أجنبي غير لبناني وغير مستحق، ليصل مجموع هؤلاء غير اللبنانيين ما يزيد عن 2,000,000، أي ما يزيد عن نصف اللبنانيين.
أشار وزير الصحة وائل أبو فعور عقب استقبال وفد من نقابة الصيادلة برئاسة النقيب ربيع حسونة إلى أن القيادات السعودية التي التقاها أبلغته موقفا إيجابيا في شأن التوافق اللبناني على مرشح للرئاسة، كما أن اللقاء مع الرئيس سعد الحريري كان جيدا. وقال أبو فعور: تمكنا من وضع النقاط على السكة معه، ولفت إلى أن الوزارة مستمرة بسياسة خفض أسعار الدواء. أما أسس تسعير الدواء فهذا القرار يصدر الأسبوع القادم في جريدة رسمية وهو للتنفيذ. نظمت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان اعتصاما في سوق فرن الشباك، حيث دعا المعتصمون رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان عدم التوقيع على قانون الإيجارات الجديد المحال إليه من المجلس النيابي ورده، وذلك بعد معلومات قالوا إنها تشير إلى أن سليمان سيوقع القانون اليوم. هالقانون بإيد فخامة الرئيس يلي عنده هو الوحيد هلأ بيقدر يراجعه على مجلس النواب خلال مهلة شهر من تاريخ استلامه، ونحن عرفنا أنه استلمه تقريبا بين 7 و10. اعتصم عدد من طلاب الجامعة الأمريكية وجمعية يازا في الحمرة بالقرب من مبنى الجامعة، وجددوا دعوتهم الدولة التحرك لوقف هدر دم المواطنين وإقرار قانون السير الذي كان قد أقر عام 2012 ثم توقف العمل به عام 2013 بسبب ضغوطات ومنافع شخصية. أكد البطريرك مار بشارة بطرس الراعي أن اللقاء مع الرئيس سعد الحريري في باريس تطرق إلى ضرورة الخروج بانتخاب رئيس يكون على مستوى حاجات لبنان، نافيا تطرق الحديث إلى اسم معين، وقال إن موضوع الأسماء تتطرق إليه الكتل السياسية فقط. الراعي شدد على ضرورة العمل على تجنب الفراغ مجددا رفضه إياه، وقال إنه لا يحق لأي نائب أن يغيب عن جلسة انتخاب الرئيس لأن الحضور واجب وطني ودستوري، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي نائب أن يستعمل الوكالة المعطاة له من الشعب وكأنها ملكه الخاص. وختم الراعي بأن لبنان فوق الجميع. شجب نائب رئيس مجلس النواب الأسبق إيدي الفرز لما يتعرض له الجسم الإعلامي من محاولات للنيل منه، وأعلن تضامنه مع قناة الجديد وصحيفة الأخبار، معتبرا أن ما قامت به المحكمة الدولية ما هو إلا للنيل من مؤسسات الإعلام في لبنان وتطويعها. مع الإعلام اللبناني ممثلا بتلفزيون جديد وبالتحديد بالآنسة كرم خياط وبجميع مع جريدة الأخبار ممثل بالسيد الأستاذ إبراهيم الأمين رفضا لمحاولات مصادرة الكلمة في لبنان ورفضا لمحاولات تسخير الكلمة التي رفضت أن تطوع بالرغم من كل الإغراءات. نحن نعلن تضامننا معها ونحاول أن نرفع الصوت عالياً شاجبين كل محاولة للنال من هذه المؤسسات الإعلامية. تراموي بيروت جزء من ذاكرة بيروت المنسي، من هنا قرر أعضاء الفرقة البحثية إنسان في معهد العلوم الاجتماعية الفرع الأول العمل لتجميع هذه الذاكرة لتحليلها وحفظها. قالوا في محطة جديدة بنحل المشوار، مدن بعيني ورحلة عيني ولنا بالعالم دار. بدنا تذاكر صاروا زمان الناظر. هو أبو الفقير، بهذا يلقب ترامواي بيروت الذي يعود إلى الزمن الجميل كما يقولون. ولكن ما هي المعلومات التي نمتلكها عن ترامواي؟ كم كانت التعرفة آنذاك؟ ما هي المحطات التي كان يمر فيها؟ من هم الأشخاص الذين ارتدوه؟ وكيف كان التفاعل المجتمعي فيه؟ أسئلة عديدة حملها أعضاء الفرقة البحثية إنسان في معهد العلوم الاجتماعية الفرع الأول، ونزلوا بها إلى الشارع لنبش ذاكرة الأهالي. اشتغلنا على نلحق نتبع أثر تراموي بالنص والصورة وبالذاكرة. هلا بالذاكرة عملنا تحقيقات شفهية مع الناس ختيرة بعدة مناطق، واشتغلنا على الصحف القديمة، واشتغلنا على بعض الكتابات القليلة جدا، اشتغلنا جبنا خرائط قديمة نحن أنتجنا عليها، أضفنا عليها كتير نقاط بتهمنا حول التراموي. التراموي ضبط الجغرافيا، عمل محطات
له نقطة انطلاق، له نقطة نهاية. الناس بلشت تنضبط بقصة المكان، التراموي ما فيك تقلي له نزلني هون إذا بتريد. شغلة تانية، ضبط الزمن. أول مرة يمكن نحنا نبلش بنحترم الوقت والزمن هو بحجة التراموي. وفي عم نقول بترمى، بس يبدو أنه صارت منسوجة بالحياة اليومية وإلى معنى مع التراموي، لأنه هو أول مناسبة تجبرنا ننضبط بالزمن. بنطلق الساعة 6 بيرجع الساعة 12. حرب من الحناطير كانوا يقولوا لهم انه الترام لانه بيمشي على الكهرباء، الحنطور بيمشي على الدواب، الدواب انذكرت بالقران، فهيدا من شغل الشيطان فما منقرب له. عرفنا من كمان من الناس انه البطاقات بلشت باقل من قرش اول شيء. هالمرفق هذا بيكشف ابعاد المدينه ككل، حركتها، إيقاع آن الأوان، وخاصة بالأنتروبولوجيا أنه نطل على مواضيع مدينية. على طول خط ترامواي نشأت المدينة وتوسعت من مدارس ومستشفيات ومخافر وحتى المقابر، تم جمع أسمائها وضبطها في خرائط ثلاث. لما نشال الترامواي نشال الناظم المدني تبع المدينة لصالح اشياء تانية، وما طولت كتير بعدها ولعت الحرب يعني وسادت الفوضى، وبعدها جارة حالة لهلا، ولهلا ما في قانون يعني. ترامواي بيروت هو جزء من ذاكرة المدينة التي لابد من تجميعه وحفظه قبل الاندثار. نبيل خصين، قناة الجديد. أهلا بكم من جديد. قتلى وجرحى في حلب وريفها، ورئيس المحكمة الدستورية العليا في سوريا عدنان زريق يعلن إقفال باب تقديم طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية السورية. حقق الجيش السوري تقدما في حلب، خصوصا في المناطق التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط قتلى وجرحى جراء قصف مدفعي وجوي طال جسر الحج بحلب ودارة عزة وحريتان والأتارب بريفها. وأشار المرصد إلى أن اشتباكات دارت في محيط المخابرات الجوية بحلب وسط أنباء عن سيطرة مقاتلين معارضين على حاجز للقوات النظامية في المنطقة، فيما قال مصدر عسكري بحسب سانا إن وحدات من الجيش واصلت تقدمها في حيي العامرية والراموسة بحلب وقضت على إرهابيين هناك. وقد أعلنت المعارضة في حلب معاودة قطعها للتيار الكهربائي عن المدينة وريفها ردا على قصف الطيران الحربي مدرسة عين جالوت. كما قتل طفل وأصيب أكثر من 22 آخرين من جراء سقوط قذائف في أحياء في جرمانة في العاصمة، وكذلك دارت الاشتباكات في جوبر بدمشق، فيما استهدف قصف جوي المليحة ودروشة والزبداني وخان الشيخ بريف دمشق. ويأتي تصاعد المواجهات والأعمال العسكرية في مناطق عدة مع إعلان رئيس المحكمة الدستورية العليا في سوريا عدنان زريق إقفال باب تقديم طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية السورية، مشيرا إلى أنه خلال المهلة القانونية جرى تقديم 24 طلبا للترشح إلى المحكمة العليا التي أعلمت بدورها مجلس الشعب بذلك. في العراق نسبة الاقتلاع تبلغ حوالي 60%، وواشنطن تشيد ببطولة المقتلعين. أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية سيكون في غضون 20 إلى 30 يوما، موضحة أن مسألة إعلان النتائج مرتبطة بعدد الشكاوى والطعون المقدمة من الكتل السياسية. ولفت المدير التنفيذي لشبكة عين لمراقبة الانتخابات مهند الكناني إلى رصد مخالفات أثناء عملية الاقتراع العام في عدد من المراكز الانتخابية. وقد أعلنت المفوضية أن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع بلغت حوالي 60%، إذ شارك حوالي 12 مليون ناخب فيها من أصل حوالي 20 مليون يحق لهم الاقتراع. رئيس الوزراء نور المالكي من جهته أثنى في خطاب له على دور القوات الأمنية خلال عملية الانتخابات، مؤكدا أنها وقفت بوجه من أراد التلاعب في النتائج. ورأى المالكي أن الانتخابات العراقية نجحت على الرغم من محاولات البعض إفشالها. من جانب آخر، أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أن الانتخابات مطابقة للمعايير الدولية، وقال خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الانتخابات إن الذين أرادوا تقويض يوم الاقتراع عبر تهديداتهم ثبت أنهم كانوا على خطأ. على صعيد متصل، هنأ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ملايين العراقيين الذين صوتوا بشجاعة في الانتخابات، قائلا إن الكثيرين منهم تصرفوا ببطولة بوقوفهم في وجه تهديدات الميليشيات.
مصر لم تستفق بعد من هول الأحكام الصادرة في حق الإخوان وجماعة 6 أبريل. تقرير من القاهرة لمنى عشماوي. أثار إصدار محكمة جنايات المنيا قراراً بإعدام قرابة 689 شخصاً من عناصر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين على رأسهم المرشد العام السابق محمد بديع، ضجة كبيرة في الأوساط القضائية والسياسية المصرية. ليتزامن مع ذلك حكم صدر بحظر كافة أنشطة 6 إبريل على الأراضي المصرية، الأمر الذي جعل قضاة مصر في موقف صعب يقودهم لعقد مؤتمر يوضحون فيه وجهة نظر القضاة الذين أصدروا هذه الأحكام. فسألنا رئيس قضاة مصر عن أجواء أحكام الإعدام على المئات في قضية المنيا وعن أسباب حظر 6 إبريل. هناك آليات وأدوات ودرجات أعلى تصوب كل خطأ إذا صدر خطأ من قاضي، فبطمن حضرتك على أنه بحكم بشرية القاضي إذا وقع منه خطأ فهذا الخطأ سيصوبه من هو صاحب الدرجة الأعلى، وإلا كان تعدد درجات التقاضي عبثياً. 6 أبريل لم تحصل اليوم مع عهد مبارك وحضرت في أول هذه الأونة، يعني في عهد مبارك كانت مجابهة بوسائل أخرى، ثانياً ما كانش فيه دستور دستوري جديد، وإن يسر من إجراءات تكوين الأحزاب واتفق مجرد الإختار لأنه حظرت أي كيانات أخرى دون الإختار عنها. أحكام الإعدام كانت أغلبها ضد متهمين غيابياً لم يتم القبض عليهم في الوقت الذي طعن فيه النائب العام على هذه الأحكام، لتكون أحكام أولية ستدخل في درجات تقاضي أخرى وليست أحكاماً نهائية. وعلى الرغم من ذلك اعتبر المجتمع الدولي أن هذه هي سابقة في التاريخ الإنساني الحديث أن يحكم على مثل هذا العدد بالإعدام. من جهة أخرى تطعن حركة 6 إبريل على قرار حلها، الأمر الذي من الممكن معه أن تلغي هذا القرار محكمة النقد عندما يتم عرض الحكم عليها في حكم هو أيضاً أولي. حركة 6 أبريل ملتزمة بالقانون وخصومها هم اللي مش ملتزمين بالقانون. الحكم مسيس من الدرجة الأولى، حكم بيثبت أن هذا القائمين على إدارة البلاد في المرحلة الحالية بيرسخوا الحكم لديكتاتوري شامل ليحاول مرة أخرى أن يعيد لنظام مبارك شبابه. أحكام أولية تدخل معها مصر إلى دائرة الجدل الداخلي والخارجي في وقت حساس للغاية، يؤكد فيه المراقبون أن المواءمات السياسية بين القضاء والسياسة هي الطريقة الفضلى، بينما يصر القضاء على أنهم منعزلون منزهون عن أي خطأ أو تأثر بالواقع السياسي، في الوقت الذي يتساءل فيه رجل الشارع العادي أين قتلة ثوار يناير ولماذا دخلت المواءمات السياسية في حصولهم على براءات جماعية. منى عشماوي، الجديد من القاهرة. تظاهرت 3 نساء عاريات الصدر أمام السفارة المصرية في باريس تنديدا بإحكام إعدام صدرت في حق حوالي 700 مؤيد للرئيس الإسلامي المصري المخلوع محمد مرسي. التونسية أمينة السبوعي وامرأتان أخريان خلعن قمصانهن وعبرن الحواجز المقامة أمام السفارة المصرية في باريس ورددن هتافات منها عدالة حقيقية لأعدائنا قبل أن تتدخل الشرطة وتبعدهن إلى الرصيف المقابل، فيما أشارت إحداهن بإصبعها تجاه العدد القليل من الموظفين الذين أطلوا من نوافذ السفارة، وكتبت أمينة على جسدها بالعربية لا لعقوبة الموت حتى للإخوان. الرجعة لورا مش مسموح، الرقص يغزو يوتيوب تشجيعا للسباق. تحت عنوان Run Forward تنتشر على موقع يوتيوب فيديوهات من لبنان والعالم لرقصة مبتكرة ترويجا لسباق السيدات اركضي لقدام بكفي رجعة لورا. المبادرة التي انتشرت بشكل واسع تشهد تفاعلا واسعا حيث يقوم برقصها وتنفيذها طلاب وناشطون ورياضيون. العدوى لم تستثني الأطباء وطالت الكبار والصغار على سواء.
ولأن 3 أيام تفصلنا فقط عن الحدث، بإمكانكم أن تصوروا رقصتكم وتحملوها على يوتيوب مع هاشتاج Run Forward. كان في هذه النشرة جملات عن الحشيشة. ورئاسيا كل ينتظر في الكواليس، في الكواليس وعبر يمكن السفرات. مارتن يوسف حيرت قلبي معك. في عيدهم نضال وعمل. لو بالمليون واحد إنسان مناضل المظاهرات يومية تستمر. وكان في النشر أيضاً ترامواي بيروت ترم الوقت وراح. قالوا في محطة جديدة بالمحل المشوار، مدن بعيدة ورحلة سعيدة ولنا بالعالم دار. شكراً لمتابعتكم هذه النشرة وإلى اللقاء.